السلام عليكم متتبعي قناة أم أمير وهجار للشرح المبسط. فيديو جديد على القناة ديالي، كنتمنى يلقاكم في أتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوه. اليوم غادي ندير فيديو خاص باللغة العربية المستوى الخامس. غادي نبدأ إن شاء الله في الوحدة الأولى الخاصة بمغاربة العالم، فمن خلال العنوان مغاربة العالم، يعني المغاربة المقيمين بالخارج. فكلنا كيف ما كنعرفوا، كنا عندنا احبابنا، وكنا عندنا اللي ما عنده با عنده مو، اللي ما عنده مو عنده خواتات، واللي ما عندوش، مهم ضروري عندنا واحد الانسان في الخارج. فكلنا كنتسناو داك النهار اللي يجيو فيه بواحد الفرحة كبيرة، وهما حتى هما كيتسناو النهار اللي كيشدوا فيه العطله ديالهم باش يجيو لارض الوطن. فمهما طال الغياب ومهما الانسان بقى غايب على البلاد ديالو، فهو ملي كيعرف راسو راه جاي للبلاد ديالو كيحس بواحد الفرحه لا تساوى بثمن، واحد الفرحه كبيره، لا بالنسبه للمغاربه المقيمين بالخارج، ولا بالنسبه للاهل ديالهم اللي كيكونوا في المغرب. كلشي كيبغي ديك اللحظه اللي يجيو فيها الاهل ديالو للمغرب. اذا من خلال هذا النص اللي كنلاحظو، كيف ما كتلاحظوا على الصوره وكيف ما كنلاحظوا العنوان، الخبر السعيد. اذا غادي نقراو النص مزيان باش تجاوبوا على الاسئله. اذا غادي نبداو. الاحظ واتوقع، اقرا العنوان واتوقع الخبر السعيد الذي سيقدمه النص. إذا من خلال قراءة العنوان ومن خلال الصورة، فالخبر الذي سيقدمه النص هو عودة هذه الأسرة إلى أرض الوطن، العودة إلى الوطن الأم، عودة المغاربة المهاجرين إلى البلد الأم، لحظة التي ينتظرها جميع المغاربة المقيمين بالخارج. إذا الخبر السعيد، إذا قرأوا النص مزيان الوليدات باش تسهل عليكم الأجوبة. فعلا خبر سعيد كيف ما كتلاحظوا من خلال الصورة ومن خلال العنوان، فكل شيء باين وواضح. فعلا خبر سعيد، العودة إلى معانقة أحضان البلد الأم وإلى معانقة الأهل والأحباب، فعلا خبر سعيد جدا. إذا غادي نبداو على بركة الله الأسئلة ديال افهم النص. اذا غادي نقراو النص باش نفهموه مزيان. وكونوا خريطه كلمه عرفه. اذا عرفه النوع ديالها فعل، النوع ديال عرفه غادي نديرو فعل، الضد ديالها عرفه، الضد ديالها جهيله، عرفه الضد ديالها جهيله، المرادف ديالها عليمة، عرفة عليمة. إذا غادي نكونوا أو نديروا جملة وغادي ندخلوا فيها هذا الفعل عرفة. إذا أنا درت جملة على سبيل المثال ولكم الاختيار. عرف الولد بعودة والده. إذا إحنا كملنا هذه خريطة ديال كلمة عرفة، النوع فعل، الضد جهيلة، المرادف علم، الجملة عرف الولد بعودة والده. إذا هذه جملة على سبيل المثال وانتم لكم الاختيار، شريطة أن تكون جملة مفيدة. أضيف صفات مناسبة لكلمة السكان. عندنا هنا السكان، أنا ضفت عليها المحليون، السكان المحليون، السكان الأصليون، السكان المهاجرون. هنا عندنا أذكر مظاهر فرح الأسرة حين تلقيها الخبر السعيد. إذا كيفاش هذه الأسرة تلقت الخبر السعيد، هذا الخبر اللي هو العودة إلى أرض الوطن. إذا غادي تلاحظوا معي في النص، تعالت أصوات الأبناء فرحة بالخبر السعيد.
ابتهجت الأم زينب وأخذت تضمهم واحدا واحدا. جلس الأب يراجع تذاكر السفر ويتأكد من تمامها. إذا هنا كاين مظاهر الفرح، غادي نلخصها لكم. مظاهر فرح الأسرة حين تلقيها الخبر السعيد: تعالي أصوات الأبناء، ابتهاج الأم زينب وضمها لأبنائها الواحد تلو الآخر. إذا كانت هذه مظاهر فرح الأسرة حين تلقيها الخبر السعيد. أسمي الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي. الآن غادي نعطيكم الجواب، كل شيء كاين في النص، نقرأ النص قراءة جيدة غادي نلقاو الأجوبة. الأنشطة التي مارسها المهاجرون المغاربة خلال سبعينيات القرن الماضي: الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. إذا راها عندنا النص، عندنا هنايا حيث تنوعت أنشطتهم في مختلف ميادين الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. استخلص من النص عفوا مساهمة مغاربة العالم في الاقتصاد الوطني. كيفاش كيساهموا المغاربة في الاقتصاد الوطني؟ عندنا تحويل العملة الصعبة، إنشاء المشاريع المحلية، هذه كتساهم في الاقتصاد الوطني. تحويل العملة الصعبة، إنشاء المشاريع المحلية، علاقة مغاربة العالم بوطنهم المغرب، ترسيخ الثقافة الوطنية وتثبيت قيمها الدينية والاجتماعية. علاقة مغاربة العالم بوطنهم المغرب، ترسيخ الثقافة الوطنية وتثبيت قيمها الدينية والاجتماعية. تطور هجرة المغاربة إلى الخارج، مد جسور جديدة بين الوطن وبين الدول المستقبلة. مد جسور جديدة بين الوطن وبين الدول المستقبلة. إذا هذا هو ما استخلصناه من النص، كل شيء كاين في النص وبالضبط كاينين في هذه الفقرة الأخيرة، هذه هي أجوبة كلها كاينة في هذه الفقرة. استخرج من النص ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا. الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا كانت في سبعينيات القرن الماضي. في سبعينيات القرن الماضي عندنا في وقت عرف فيه المغاربة كيف يندمجون مع السكان المحليين، حيث تنوعت أنشطتهم في مختلف ميادين الصناعة والتجارة والخدمات والمسؤوليات الإدارية. إذن الأنشطة التي مارسها ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر إلى أوروبا: اندماج المغاربة مع السكان المحليين، تنوع الأنشطة بالإضافة إلى قلة المهاجرين بالمقارنة مع يومنا هذا. إذا ما يميز الفترة التي هاجر فيها عمر كان اندماج المغاربة مع السكان المحليين، تنوع الأنشطة بالإضافة إلى قلة عدد المهاجرين بالمقارنة مع هذا الوقت ديالنا هذا، كانوا المهاجرين قلال كيتقدروا غير بالآلاف، أما في هذا الوقت ديالنا حنا أو لو كيتقدروا بالملايين كثرة المهاجرين. إذن غادي نشوفوا السؤال. أقترح عنوانا آخر للنص، أركب وأقوم. أقترح عنوانا آخر للنص. إذن عنوان للنص أنا درت العودة إلى أرض الوطن أو عودة المهاجرون إلى أرض الوطن. عنوان كيف ما مهم يكون مرتبط بالنص. العودة إلى أرض الوطن. أختار فقرة من النص وألخصها في سطر واحد. فقرة من النص أنا خديت لكم:
الفقرة الأخيرة، مساهمة مغاربة الخارج في تطوير الاقتصاد الوطني. مساهمة مغاربة الخارج في تطوير الاقتصاد الوطني. عندنا أحدد أفكار النص الرئيسية. أفكار النص الرئيسية عندي معرفة الأسرة بالخبر السعيد، أي السفر إلى بلد الأم، اندماج المغاربة مع السكان المحليين، ومساهمة المغاربة في التعريف بوطنهم وتطوير الاقتصاد الوطني. إذن هذه هي أفكار النص الرئيسية عندنا، معرفة الأسرة بالخبر السعيد، هذا الخبر اللي هو السفر إلى بلد الأم، اندماج المغاربة مع السكان المحليين، مساهمة المغاربة في التعريف بوطنهم وتطوير الاقتصاد الوطني. غادي نمشيو للسؤال الاخر، استخلص من النص، استخلص المغزى من النص بمعية صديقي او صديقتي. اذا المغزى، المغزى من النص داكشي اللي فهمنا من النص. مهما طال الغياب ومهما تعددت اسباب الرحيل، تبقى العودة والحنين الى الوطن امر لا جدال فيه. اذا شحال ما سافروا، شحال ما سافرنا، وشحال ما مشينا، وشحال ما غبرنا على بلادنا، ضروري كيجي واحد النهار اللي نرجعوا فيه لبلادنا. فهاد الرجوع الى ارض الوطن كتكون عنده واحد الفرحه، فرحه كبيره كبيره كبيره، ما كيحس بها غير اللي مغرب على بلاده، هو اللي كيحس بهاد الفرحه. فكيف ما كان، فكاين ظروف كتخلي بنادم يمشي، يا اما يقرا، يا اما يخدم، يا اما مهم، كل واحد عنده ظروفه، ولكن في الاخير يبقى الرجوع الى الاصل، الرجوع الى بلد الام. اذا مهما طال الغياب ومهما تعددت اسباب الرحيل، تبقى العوده والحنين الى الوطن امر لا جدال فيه لمعانقه الاهل والاحباب. اذا الى هنا غادي نكون ساليت معكم هذا النص المتعلق بالخبر السعيد. كنتمنى هذا لا فيديو يكون مفيد، كنتمنى نكون مفيده لكل من شاهد هذا لا فيديو، وكنتمنى يستمتع بهذا الفيديو. اذا الى هنا، الى فيديو اخر ان شاء الله، بالتوفيق وبالنجاح لكل واحد في حياته. الى فيديو اخر ان شاء الله.